إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. ها تأخرت عليكم؟ ليه ما تخشوا الساعة كمان الحين؟ شوية زحمة برا عيالكم. الساعة 2 على المغرب. الحمد لله شباب. مالكم صايم؟ تراني صايم لكن ما جوعان. ما جوعان يا اخي. انا زعلان، انا زعلان. الله يهديكم، بس الله يهديكم. ما بعد سكتوا، ما بعد سكتوا يا اخي، سكتوا يا اخي، سكتوا. انت الذيب ما لك دخل هنا الحين باروي. وانت سلمان طش لك قدام السياره، شكلك ما تعويض. مين بتروح بس عشلني شيء يا اخو؟ هذه سالفه بعدها. الحبيب مو اليوم الجمعه، وانت ما عارف ان انا يوم الجمعه هنا اروح. انا ما عارف كان حلا تروح تسمح في الفلج كل جمعه بس. قديم قديم وين فلج؟ انا اسمح الحبيب كل جمعه، انا متعود ولله الحمد من يوم عمري 15 سنه اروح لمسرح مال حلوه، زين واخذ له حلوه وترسل سياره اوزعها حول الجيران وحول الاصدقاء وحول اي شخص اشوفه بالشارع. يا اخي تصدقه شوي، تصدقه فل سمك حلوه حلوه. انا جمعت خلي 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 سلمان ما تتوسع. ايه جماعه ما توسع السياره، خبرتك انها ترسل السياره فل. لا اله الا الله. ويمكن ان يوسع حال شخص واحد حتى تصدقه من اي جماعه. سلمان اشله انت روح بس ليش داش وتعال زين بسرعه. وسعد اي واحد يتوعد بنتك منه؟ انا لذيذ، عجبتني الحلوه كلها. عاد صراحه من الحلوه لذيذه يا اخي. عاد شكلك تشريني كلهن وتزيد لي. انت صدقت الحبيب، انا تو عندي خطه في راسي. خطه؟ كيف اطلع من هذا المحل؟ عفا عاد تكون سلاحيه انا في جيراني. عاد انا ما صدقت ما اقول لك ان كل جمعه اروح اترس السياره واوزعها لجيرانك. ماشي منه توكل وتطلع. اكل ما اطلع وتعود ابعد نفسك سيب. انا في محل محل ادخل منها واكل هو خرج. وانت تصير متعود. اسميك تفضحنا والله تفضحنا. خلي انت عنا تصير متعودين. انا بخونا تسوي شيء واحد كنا جايينك تليفون وتشله وخرج. لا اسمعني ما اسوي، وانا حتى اروح مع الصوح مصابي ما اسويها. ابو سعد ماشي حياتي. طب ما صرت انت تبغى تروح انا ما ابو سعد اتصال جاي قايل لي طيب كيف الحال؟ عندي مناسبة بعد اسبوعي واحتمال اجي معك مخوض طلبية كبيرة. كيف اتواصل معك؟ عندكم كارت؟ عندكم رقم؟ هذا الكارت تفضل. مشكور جزاك الله خير والله. متعود علي كل اسبوع عندي تضرب من دل حلوة وتروح من حلوة؟ ايه. كيف عرفت لي؟ اتركك اسبوع وهذا مو كيف اسوي؟ اعتقد محل ما بنا ما اجي اشوف لي محل ثاني.